السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم جيجي من قناة جيجي فريد. النهاردة إن شاء الله هكلمكم عن السيرم، أهميته للبشرة وإيه الفرق بينه وبين الكريمات المرطبة للبشرة. الكريمات المرطبة بترطب سطح الجلد، يعني بتحافظ على ترطيب سطح الجلد وبتخلي البشرة نضرة، ومفيش غنى طبعا عن الكريمات المرطبة أبدا. لكن السيرم بيتخلل بقى الجلد للطبقات الداخلية منه، يعني بيوصل للبشرة من جوه. فالسيرم لما بيمتص بيحفز إنتاج الكولاجين وبيخلي البشرة تبقى نضرة أكتر، وبيحافظ عليها كمان من عوامل الأكسدة. عوامل الأكسدة اللي هي بتخلي البشرة يحصل فيها تجاعيد أو خطوط أو تصبغات، كل ده من الأكسدة بيحصل في البشرة. لكن السيرم بيدخل بيعالج الكلام ده كله، يعني بيعالج بقى التصبغات، لو في تصبغات على البشرة بيشيلها، بيحفز إنتاج الكولاجين، بيحافظ على المية في خلايا الجلد من الخلايا الداخلية، فبيخلي البشرة دايما مرطبة، ما يحصل لهاش جفاف. لأن طبعا أكتر عدو للبشرة هو الجفاف، جفاف البشرة ده أكبر عدو ليها. فالسيرم كمان بيحسن ملمس الجلد، بيخلي ملمس الجلد ناعم جدا، وبيخلي البشرة مشدودة. ولو في اي حبوب صغيره كده هو بيشيلها، يعني لو في اثر حبوب بتبقى صغيره جدا كده في الجبهه او في الخدود كده، هو بيشيل اثر الحبوب دي. اما لو الحبوب في حبايه راحت وسايبه مكانها تصبغات، هو هيشيل التصبغات. ولو حطيتيه الصبح قبل واقي الشمس، قبل ما تخرجي، هو هيزود لك مفعول واقي الشمس، هيحمي بشرتك اكتر. لكن هو ما يستخدمش طبعا كواقي شمس لوحده، لا، لازم معاه واقي شمس. طيب، في بنات بيقولوا سيرم فيتامين سي ما ينفعش نتعرض للشمس او الاضاءه بعد ما نحطه، مثلا انا بتكلم على سيرم فيتامين سي. لا، في سيرم فيتامين سي بس وهو في الازازه ما تعرضيهوش للاضاءه، لكن اول ما تحطيه بشرتك هتمتصه فورا وخلاص. انت بشرتك امتصته، حطي بقى اي كريمات، حطي اي حاجه، مفيش اي مشكله، مش هيحصل منه تصبغات، بالعكس ده هو هيعالج لك التصبغات اللي هتحصل من الشمس. يعني لو حصل بقع من الشمس ولا اي حاجه هو هيعالجهولك. سيرم فيتامين سي بس احفظيه بعيد عن الاضاءه المباشره، يعني هو في الازازه احفظيه بعيد عن الاضاءه، في العلبه بتاعته او في اي شنطه مقفوله، يعني عشان بس ما يتعرضش للاضاءه فيتاكسد. لكن اول ما بتحطيه هو بيمتص بسرعه جدا، هو غير الكريمات، لان السيرم بيمتص بسرعه جدا. السيرم بيبقى عباره عن سائل زيتي او جل، بيمتص اول ما بتحطيه بيمتص على طول. بتستني نص ساعه وبعدين بتستخدمي السكين كير بتاعك عادي جدا. اما لو هتخرجي، انا بقول نص ساعه عشان بس يكون بشرتك اتشربته تماما واستفادت منه كويس قوي. لو مش هتتحسسي من سيرم فيتامين سي خلاص سيبيه على بشرتك. لو هيعمل لك اي تحسس اشطفيه بعد نص ساعه بس يكون بشرتك خدت الفايده منه. سيرم فيتامين سي اللي انا حبيته اللي هو سي ميكس، انت ممكن تحبي اي نوع تاني، انا بقى اتكلم على تجربتي الشخصيه. انا حبيت سي ميكس ده، جربت انواع تانية ما حبيتهاش قوي، يعني جربت كولاجرا ونوع تاني ما حبيتهمش. كولاجرا كنت جايباه وجبت معاه كريم العين ده، الحقيقة ما حبيتهمش، بس خلصت السيرم يعني كده. ما حبيتوش ليه بقى؟ هو ما ادانيش ترطيب، ما حسيتش بترطيب في بشرتي بعده. هو انا ببقى عايزة السيرم علشان اهم حاجة عندي الترطيب، احس ان بشرتي مرطبة ونضرة. فالسيرم كولاجرا ما ادانيش الاحساس ده، ما حسيتش معاه بترطيب يعني ولا حاجه في بشرتي. وكريم العين ده سيء جدا برضو من وجهه نظري انا، ما حبيتوش خالص، اللي هو كولاجرا اي كونتور ده ما حبيتهمش خالص كولاجرا. لكن انا اللي حبيته السي ميكس ده، حبيته جدا، دايما بجيبه في العروض، الصيدليات بتبقى عامله دايما عليه عروض، بيبقى واحده ومعاها واحده هديه. لو هتجيبيه لوحده هيبقى ب 175 جنيه الازازه، لكن لو معاه هدية ب 175 يبقى معاه كمان واحدة هدية. فانت استني هاتيه في العروض عشان تجيبي اتنين. انا دايما بجيبه في العروض، انا بقالي حوالي سنة بستخدمه وبحبه جدا، لان هو رطب بشرتي فعلا. بصوا حتى لما بيجي على ايدي بدعكه في ايدي كده، ممتاز جدا، بينعم ملمس البشرة، بيخلي ملمس بشرتك ناعم، وبينعم ملمس الوش جدا. يعني حطي منه بالليل، اغسلي وشك الاول باي غسول او صابونة طبية، وبعدين اغسلي وشك وحطي السيرم. بعد كده انا باخد ملو قطارة، بصوا اهو هو افتح كمان من كده، هو لونه اصفر فاتح خالص. باخد ملو القطارة دي بحط على وشي ورقبتي، لان لازم مهم وشك مع رقبتك. هو مكوناته كمان فيه فيتامين سي وفيتامين اي، وفي مضادات اكسدة، وفي حمض الهيلورونيك، وفي يعني في حاجات كتير، فهو مفيد جدا. انا حبيته جدا السيرم ده، بستخدمه لبشرتي دايما زي ما قلت لكم، فرق في ترطيب البشره جدا. بس طبعا ما يغنيش عن كريمات المرطبه بتاعه البشره، لا، هو مع الكريمات.
وما يغنيش عن واقي الشمس. لازم برضو واقي الشمس لو هتخرجي الصبح، يعني قبل واقي الشمس حطيه. لكن موضوع انه تعرضي للنور هيأكسد مش عارف ايه، هو ما بيأكسدش، ولا لو تعرض للإضاءة ما فيش منه اي مشكلة. في انواع كتير من السيرمز زي ما قلت لكم، وحسب انتي محتاجة من السيرم ايه هاتي. بس هو كده انا قلت لكم عنه كل حاجة واستخدامه، استخدميه مرة الصبح ومرة بالليل. لو مش خارجة الصبح خلاص استخدميه بس بالليل قبل. انا عن نفسي بستخدمه بالليل قبل النوم، بحط ملو القطاره بالليل بعد ما بغسل وشي، وبعد كده بعدها بنص ساعه بحط الكريم المرطب. في بنات بيخلطوا كريم المرطب مع السيرم فيتامين سي، مفيش مشكله، ممكن تحطي ده مع ده وتحطيه على وشك، بس عشان بشرتك تستفيد منه اكبر استفاده حطيه لوحده هو الاول، واستني شويه يكون بشرتك اتشربته تماما، حطي بقى الكريمات المرطبه والبقيه السكين كير بتاعك اللي انت عايز تستخدميه. انا بستخدمه كده. لو عمل لك تحسس اغسليه بعد نص ساعه، لو ما عملكيش تحسس باتي بيه عادي، يعني نامي بيه واصحي الصبح اشطفيه عادي واغسليه حلو، هتلاقي بشرتك اختلفت تماما، يعني ممكن تشوفي النتيجه بعد 10 ايام. هو بقى مش شرط نفس الماركه، بس انا بكلمك عن سيرم فيتامين سي، هو ده كان فعال معايا، بيعمل ترطيب وبيعمل نضاره، انا حبيته يعني. لكن ممكن تجيبي نوع تاني، تحبي نوع تاني اوكي، بس هو بكلمك عن فكره السيرم نفسها. بس هو كان ده رأيي في سيرم فيتامين سي، وده رأيي في السيرم عموما بتاع فيتامين سي، حلو جدا. انا جايبه سيرم تاني بس كمرطب اهو، ده ايفا جزيئات الذهب، ده يعني انا كنت بستخدمه كمرطب قبل المكياج، حلو جدا قبل المكياج تستخدميه كمرطب حلو، لكن يعني ما مش فعال قوي، يعني ما بيرطبش قوي بقى، ولكن ممكن قبل المكياج حلو يعني لطيف، وبالذات لو في التهابات في البشره بيشيل الالتهابات، ملطف كده للبشره، اللي هو ده ايفا بجزيئات الذهب. لكن اللي انا حبيته فعلا اللي هو سيرم سي ميكس ده، ده بيدي نضاره وبيدي نعومه للبشره، ولو في اي بقع في البشره بتروح يعني فعلا، فهو ده عجبني جدا يعني. بس هو كان ده كل الفيديو بتاعي النهارده، يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، وما تنسوش اللايك. مرسي ليكم، باي باي.